بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. احنا النهاردة زي ما حضراتكم شايفين أنا بعمل لحضراتكم تجربة عملية على ما حدث في السنغال امبارح. ليه؟ ده أنا جايب ليزر وحطه عليا وهوريه لحضراتكم دلوقتي. أول ما أوري لحضراتكم أو أسلط على حضراتكم الليزر إيه اللي هيحصل؟ أنا عامله عليا أهو زي ما حضراتكم شايفين. أنا طبعًا الدنيا قدامي دلوقتي يعني مشوشة شوية، لكن أنا بوري حضراتكم إيه اللي حصل إمبارح. اللي حصل إمبارح اتغلبنا وكل ده، ولكن إذا كان عندنا حق لازم نفضل وراه، إذا كان لينا حق لازم نفضل وراه ولازم نجيبه. هل المباراة ممكن تتعاد؟ الله أعلم. حتى ولو بنسبة بسيطة جدًا 1% ممكن جدًا أي حاجة تحصل، لكن في النهاية اتغلبنا؟ اتغلبنا. ما كناش كويسين او كنا كويسين في اجزاء من المباراه واجزاء لا، كل ده نقدر نتكلم فيه، ولكن زي ما حضراتكم شايفين ده الليزر ده كان على وش امبارح محمد صلاح وبقيه اللاعبين. العالم كله من امبارح للنهارده بيتكلم عن هذا الامر. يا عم اسلام ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه العالم كله امبارح بيتكلم عن هذا الامر زي ما حضراتكم شايفين. ليزر على العين، انا مش قادر ابص، يعني انا مش قادر اودي وشي الناحيه دي علشان ابص على الليزر. طيب خليني اوري لحضراتكم تجربه عمليه على ما حدث امبارح. انا جايب ليزر زي اللي موجود اهو، انا بس بوري لحضراتكم عشان تبقوا معايا. ده ليزر ماشي، انا عملته كده واهو. ايه راي حضراتكم؟ حضراتكم شايفين ولا مش شايفين؟ ها ايه راي حضراتكم؟ شايفين ولا مش شايفين؟ ها ايه رأي كده؟ حد شايف ولا محدش شايف؟ تخيل بقى حضرتك ان اللي انت مش شايفه ده كله كان على عين محمد صلاح وزملائه امبارح. اهو مره تانيه من مره ده. على فكره اللي انا عامله ده ليزر واحد بس. اللي انا عامله ده ليزر واحد بس. امبارح كان فيه الالاف آلاف من الليزر اللي زي ده موجود مع كل الجماهير السنغالية ومتسلط على لعيبة مصر سواء محمد صلاح أو بقية اللاعبين زي ما هو متسلط عليا كده زي ما حضرتك شايف. أنا والله ما قادر أبص الناحية دي، مش قادر أبص الناحية دي خالص، أنا باصص كده مرة تانية وتالتة ورابعة. أنا بس بوري لحضرتك علشان لما حد يجي يتكلم لازم يتكلم بتجربة عملية. أنا بس حبيت أوري حضراتكم إيه اللي كان بيحصل إمبارح، ودي أقل حاجة كانت واضحة لنا، لأن أنا عرفت حاجات كتيرة جدا 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 حصلت إمبارح أثناء المباراة وما قبل المباراة وبعد المباراة كمان. دي أقل حاجة منها، الليزر اللي حضراتكم شايفينه ده أقل حاجة. والليزر ده كان مؤثر؟ أيوه مؤثر. مؤثر إزاي؟ هل ده ممكن يؤثر بشكل مرضي على اللاعبين مثلا يعني؟ الحقيقه طبعا انا مش دكتور، يعني انا ما اعرفش. حاولوا يا شباب تجيبوا لنا حد من الدكاتره الكبار اللي نقدر نتكلم معاه في هذا الامر، هل ممكن ان الليزر ده يكون اثر بشكل او باخر؟ انا عملت تجربه عمليه. انا عملت لحضراتكم تجربه عمليه توري لحضراتكم ايه اللي كان بيحصل امبارح. دي تجربه صح؟